للمزيد من المتابعة ينضم إلينا العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد تحية يعني سيادة العميد خالد عكاشة، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ قليل وكما تابعنا خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج أهمية الضغط في الوقت الراهن نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في قطاع غزة. برأيك هل يمكن القول أنه قد حان الوقت نحو تحقيق هذا الهدف؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا. يعني بالطبع برى ان المطالبة المصرية اللي الحقيقة بتترسخ في كل وقت وفي كل لقاء على المستوى الرئاسي من القيادة السياسية المصرية مع اطراف دولية مختلفة، نقل وجهة النظر المصرية ونقل النقاط الاكثر اهمية بالنسبة لفك هذا الاشتباك وهذا التداعي الكبير اللي موجود في قطاع غزة. وقف إطلاق النار هو مطلب مشروع ومطلب يمس جوهر الأزمة الحقيقة. لو بنتحدث عن مساعدات إنسانية، عن تقديم يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة وإلى دعم القطاع الصحي في داخل قطاع غزة اللي تضرر بقوة، هذا الأمر يحتاج إلى قدر من التهدئة. لذلك تصر مصر على هذا المطلب طوال الفترة الماضية، وقد أكدت ذلك في قمة القاهرة. وهذا ما أريد أن أتوقف عنده، إنه البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة نقدر نقول إنه هي بتعتبر يعني تنفيذ لمختلف التوصيات التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، هي ترجمة لهذه التوصيات التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام. وتم تأكيد في القمة بالأمس على إنه التهجير القسري هو خط أحمر والدعم الكامل لخطوات مصر في معالجة هذه الأزمة. كيف ترى هذا البند تحديدا العميد خالد عكاشة؟ يعني الحقيقة ملحوظة حضرتك في محلها، ويعني تابعنا عن كثب كثير من المتابعين والمراقبين على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي أيضا. كان ما لفت انتباههم جميعا هو أن مقررات وقرارات القمة التي صدرت في الرياض تكاد تكون بالفعل يعني ترجمة حقيقية لما خرجت به خارطة الطريق المصرية في قمة القاهرة للسلام. وهذا تأكيد على أن الرؤية المصرية كانت مبكرة تنظر إلى ما تحتاج هذه الأزمة من مجموعة من الحلول السياسية العاجلة والحلول الإنسانية اللي بالفعل تعهد كافة الدول المشاركة في الرياض أن تنسق عملها بالمشاركة مع الدولة المصرية. أعتقد هذا يعكس قدر من الثقة في المنهج المصري الذي تعمل عليه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأن الخطوات خطوات مدروسة بخطة استراتيجية واضحة المعالم يمكنها أن تحقق فارق على الأرض. مسألة التأكيد على رفض التهجير هذا أمر مبدئي، وأعتقد أنه وضع يعني كرؤية مصرية مبدئية في مسألة التعاطي مع أزمة قطاع غزة، بل وصفتها الدولة المصرية على لسان القيادة السياسية بأنها تقويض كامل للقضية الفلسطينية في حال تم المساس بتواجد السكان الموجودين في داخل قطاع غزة داخل مصر أو حتى في أي بقعة أخرى أو أي منطقة أخرى حتى لو خارج الدولة المصرية. أعتقد هذا تأكيد مهم، وخروج البيان بالأمس القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بهذه القرارات يفتح المجال ويفتح الأفق إلى تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.